خير ما نبدأ به هذه الليلة آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ الحاج عبد الرضا عبد الحسين، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لك لأجرا غير ممنون.
وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو صدق الله العظيم.